فنقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد. طبعا احنا بقرأ وإن شاء الله ناخد بالنا إيه يعني من الأحكام، أنا شرحتها كتير فممكن أركز على القراءة في هذه الحلقة إن شاء الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قبل ما نقرأها نعرف هنا في يعني الوقف الصحيح، عندنا وقف في هذه الجملة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، هلاقي فيه في المصحف علامة لا على كلمة العلم. طيب معناها لا تقف هنا، لا تقف ليه؟ طبعا لما نحط علامة لا في المصحف تلاقي علامة لا في المصحف دي يبقى ممنوع الوقف، لأن الوقف هنا يحيل المعنى، يغير المعنى، يفسد المعنى. طب إيه المعنى هنا اللي هو أحيل أو فسد؟ هو الوقف ما أفسدش المعنى، ولكن هي الجملة ما كملتش، الجملة لم تتم، لأن شرط ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. اللي يحصل بقى فالكلام لسه إيه مكملش، لازم يعني نقول جواب الشرط مع الجملة اللي قبلها. طيب فهنا يعني لا تستحق لا في الوقف، ولكن يعني دي قاعدة عامة، إن ما نقفش على الشرط دون جواب الشرط، ما أقفش على المبتدأ دون الخبر، ما أقفش على الفعل دون الفاعل، أو أقف على الفاعل دون المفعول، دي قواعد عامة، فمش هنحتاج نحط لكل علامة أو كل معنى من ده في القرآن علامة، يعني هتبقى المصحف كله علامات. لكن هنا هو في هنا معنى مقصود بعلامة لا. لا هنا إحنا بنستعملها على يعني معنى لا تقف، ولكن هنا المراد بها إيه؟ لا تبدأ. وده يمكن معنى يعني مش واخدين بالنا منه، فلا بتستعمل في معنيين، لا تقف أحيانا وده الأصل بتاعها، وقد تستعمل بمعنى أي لا تبدأ. فهنا المراد بها لا تبدأ، ما تبدأش تقول، يعني طبعا الكلام هيبقى موجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقال له ما لك من الله من ولي ولا نصير. إزاي؟ سبحان الله، الله وليه، هو مولاه، فما ينفعش أبدأ من هنا كده، معنى غير صحيح. طيب لا التي هي بمعنى لا تبدأ هيكون أحسن لو أنا حطيتها على أول الكلمة اللي ممنوع البداية بيها، لكن هو اصطلحنا نحطها على إيه؟ آخر الكلمة اللي قبلها، فما فيش مشكلة لو اتحطت هنا أو هنا، بس نبقى فاهمين معناها. طيب ولئن اتبعت أهواءهم، عندي المد المتصل، تمام، بعد الذي جاءك مد متصل تاني يبقى مربوط بالأول، من العلم ما لك من الله من ولي ونصير، ما فيش حاجة تانية، يبقى هو المد المتصل فقط. مرة أربعة خمسة ستة نقراهم بقى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، نجيب الستة بالمرة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وناخد بالنا من الراء الموقوف عليها دي، لأن البعض ممكن بيعمل فيها خطأين، ممكن البعض بيقف قبلها قبل ما ينطق الراء وما ينطقش راء، فيقول إيه؟ ولا نصير، فبيجي قبل الراء كده في أولها كده ويوقف، يحبس الصوت أو يمنعه. لا، المفروض أني أنطق الراء، يعني أقف في آخر الراء، آخر الحرف مش في أول الحرف. طيب الخطأ التاني إن البعض بيقولها إيه؟ ولا نصير، فكده فيها همس، والراء ليست من حروف الهمس، الراء من حروف الجر، يكون فيها صوت، بقول إيه؟ ولا نصير إر، وليست إر، خدنا بالنا؟ تمام.